يا مساء الخير عليكم. النهاردة هعمل لكم في فلوج كامل من رحلتنا في السيرك. كان يوم حلو قوي جدا، وماما حبيبة قلبي ست الكل منوراني اول مرة تظهر معايا في القناة حبيبتي القمر. احنا دلوقتي خلصنا السيرك وجينا في ماكدونالدز، بس انا هوريكم الفيديو وهوريكم مقتطفات من السيرك. حلوة جدا، العروض كانت حلوة قوي قوي، وهقول لكم كمان الاسعار بتاعة التذاكر. يلا سلام. بصوا دلوقتي بقى احنا وصلنا السيرك القومي اهو في العجوزة. حابة اقول لكم الاسعار برضو، هو يوم الجمعة اجازة يا جماعة، والاسعار 150 175 50. احنا حجزنا اللي هي التذاكر اللي ب100، لان المكان فيها احسن وارتفاع يعني عالي كده شوية، تقدروا تشوفوا العروض كلها. وست الكل ماما حبيبتي منورانا. احنا دلوقتي داخلين بقى، هو ده المدخل بتاع السيرك. ان شاء الله هكمل معاكم وهديكم مقتطفات من العروض. طبعا هنا ده السيرك من جوه. يلا بينا بقى علشان نشوف بقية العروض الجميلة.
مبسوط، شفت الاسد وتيتا، تيتا جميله القمر. ماما حبيبتي يا حبيبتي نورتينا يا جوجو. شفتي الاسد؟ هاي شفتي الاسد يا جوجو؟ اهو الاسد اهو. يلا ابراهيم يلا يا ولاد. انا جمال. تعالي يا جوجو بابي اهو. تعالي بس يلا يا حبيبي. دي صورتك مع الاسد. بصوا جميلة قمر يا روحي قمر. ده انا وده الاسد ودي اختي جوجو. يلا احنا دلوقتي بقى نروح ماكدونالدز. يلا يا حبيبي. كان يوم جميل والعروض حلوة جدا بصراحة. الحمد لله. يا رب تكون الفيديو عجبكم. واحنا يا دوبك خلصنا الاكل وماما كانت مبسوطه قوي بالاسد. اليوم كان حلو خالص صح يا مامي. يلا نقول لكم بقى باي باي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وكان خفيف عليكم. وبجد روحوا السيرك دمه خفيف جدا. يلا يا حبايبي سلام.